المير. المير يا المير. المير داير 2400 تبيع فيه ب 30 درهم للكيلو. 2400 2400 120 درهم للكيلو، انا داير لي 30 درهم. وانت اش تشرب؟ انا قبل شهاديه بغيت نخوي ام المحمديه. تشكون ام العديان؟ عزيز لما لا اش من لا اش كتسمي؟ لا اش كتسمي بعباد الله يرضوا على صاحبي؟ لا احسن سوق تنطيح في الثمن. كطيح في الثمن قول لي. وراه قال لك قالوا لي انت ام ملك الفريز هنا في المحمديه. ملك الفريز ام البروباز والميرتي والمير. الميرتي والمير. المير. مشاهدين الشعب قناة الشعب. احسن مير. مشاهدين نقدم مشاهدين قناة الشعب قناة الشعب تاني مرحبا بكم في البث المباشر مباشرة من مدينة المحمدية معنا رضوان الملقب بفريز. مالك الفريز اللي كيبيع الثمن مناسب، الهاوته كاينه كلشي كاين، من بعد ما شاف الغلا في السوق قرر انه يبيع قليل من ثمن الجمله باش تاو الماء للشعب. سي رضوان باش تاو الماء للشعب. اش واقع في السوق رضوان؟ واقع في السوق بغيت تاو الماء للشعب. ورا قال لك الناس كاين الغلا، الناس ولاو كيتخلعوا من السوق. لا الثمن رخيص ادينا طلع عندي الثمن رخيص. شنو هو كتبيع بعدا باش الناس يعرفوا؟ الميرتي والمير. الميرتي والمير. والفريز والبرومبار. شنو هي هذا الميرتي وشنو هي هذا المير وشنا هو الفريز؟ قول لي. ها هو البروم ها هو المير. المير هو هذا. هذا المير هذا. هذا المير. الثمن ديال المير. دابا 30 درهم الكيلو. هذا بشحال كتباع هذا في السوق؟ 120 درهم الكيلو في الدار البيضاء. 2400 ريال. 120 درهم. وانت اش رابح ملي كتبيع فيه تايا بالسميد ديالك؟ انا عندي صحابي في اكادير تيصيفطوا لي السلعه رخيصه. السلعه هاوشه قول لي. هاوشه من اكادير. يعني هاوشه سلعه 2400 بحال كيبيع 30 درهم الكيلو. ها انتم الاخوان يعني الناس واش كتبيع يعني بالتقسيط ولا بالجمله؟ لا تبيع بالجمله. بالجمله. اللي جاي يعيش. الا عندك تاكل وما عندكش تاكل. اييه. قالوا لي انت هو هذا داير 40 درهم 45 درهم تبيع فيه ب 20 درهم الكيلو. 20 درهم الكيلو. 20 درهم الكيلو. بحال واحده كتوحى مسكينه بغات هاد البويكيه هادي بشحال تحسبها لي عرفت؟ انا فابور تعاون معها سبيل الله. انتم الاخوان اللي كتوحى واش خاف الرجال يجيو عندك. لا تعاون مع كلشي الشعب تعاون معها. هذا راجل بغى ياخذ مواطن مغربي بغى ياخذ هذه شحال تحسبها لي؟ تحسب لي 5 دراهم. 5 دراهم. 5 دراهم الباكية. انتم الاخوان 5 دراهم الباكية اي حاج شوف لي سير عطي الحاج قول الحاج الحاج يعيش عندك تاكل ما عندكش تاكل كاين بصح خويا رضوان كلي السوق. السوق زوين بزاف ديال الناس يقول لك ولينا شوفوا الشياط ولينا كنشوفوا الثمن ولكن رخا يعني قول لي الهاوته كاينه. الهاوته كاينه الهاوته. الفريز بحال طايح لك الثمن ياش هو اللي قال هذا. الفريز تبيعو ب 10 درهم الكيلو. 10 دراهم. ورا شي واحد يوم قال لك الثمن ديال القنزلو كيبيعوا فيه 260 300 ريال. لا 10 درهم والصندوق 100 درهم. عابين وبينك رضوان الفريز علاش طلع في الثمن؟ طلع في الثمن الشاشة قليلة العام قليل. يعني شي قليلة العام. ما زاريش. يعني ما يقولوش حق قال لك كيجي رمضان كتزيدوا في الثمن. لا ما زاريش الفلاحة بزاف هذا العام. يعني مازال عايش واش الفريز اللي عام الأول كلاو العصا العام شوية ضروا شوية نقصوا من وانت راه بانت لي عندك بيكوب مشارجي او غادي الناس اللي بغاو يتقداو فين غيجيو عندك. مرحبا باي بلاد انا فيها. وانت عطيني نمر التليفون اللي بغى يعيط لك توصل لي الفريز ولا هو يجي ليه. لا نوصل لي ولا يجي عندي ويقلب عليا. قول لي نمر التليفون اللي بغى يجي عند برضوان يلا. قول لك انا من نمرة. انت قول لي نمرتك انت اللي بغى يجي. ما حافظش انا النمرة. ما حافظش نمرته. انتم رضوان حصل. رضوان قلت لي شحال ديال اليوم الثمن؟ 30 درهم الكيلو. 30 درهم. البروباس 20 درهم. شنو هو؟ سي اشرف السلاجه الرئيس السلام عليكم. وعليكم السلام. انت كدير اشرف؟ لاباس الله. السوق مرخوفه شويه. ورضوان شنو باغي يطيح ولا كيبيع ولا باغي ولا باغي يبيع الناس بالخساره هاد؟ واه ضروري يبيع. ها انتوما ها انتوما. سلعه مليحه ان شاء الله كيسير بها الناس هنا وغتمشي الجديده ثاني الناس ديال الجديده ثاني غيدوا فيها شويه. يعني راه هنا غادي الجديده قول لي. واخا الرئيس قول لي بغيت نسولك يعني انت يعني عندك خبره في هذا الشيء هذا الفرق ما بين الفرومبواز والاحمر والكحل. فرومباز واخا نطلعو نشوفو ماشي مشكل. فرومباز ديال بسم الله. فرومباز ديال 25 درهم. لا دابا انا يعني مثلا واحد كيبغي يشري ما كيعرفش كاين اللي ما كيعرفش اصلا واش هذا الشوك البري هذا. هذا المير. هذا المير. بلاش اشرح لي اخويا العزيز الفرق ما بين المير والميرتيل والفرومبواز. ها المير هو هذا قلتي لي. هذا المير بحال الشكل ديال الفرومباز هذا التوت. هذا التوت. هذا التوت. هذا الثمن ديالو واش كيتباع للكيلو. الكيلو هذا كيوصل 140 درهم للكيلو. هذا 140 درهم للكيلو ثمن مناسب 140 درهم. ها انتم الاخوان هذا كنبيعوا فيه ب 30 درهم للكيلو. هذا ديال 140 درهم كتبيعوا انتم 600 درهم. المارشي ديال 140 درهم حنا كنبيعوا فيه ب 30. ها انتم الاخوان من 140 درهم رضوان وريني واحسن سلعه في المغرب. ها انتم عندك تاكل راك صايم. ما ناكلوش حبه حبه. ها انتم اسيدي تتباع ب 2400 تبيع فيه ب 30 درهم دوا الكيلو. 30 درهم الكيلو. بارك عليا القناع. عندك تاكل ما عندكش تاكل كلشي تعيش دراوش عايشين معايا الدراوش. الله يعطيه الصحة كمل لي خويا العزيز فيد لي الناس قلت لي هذا شنو هو؟ هذا الميرتيل. الميرتيل هذا الميرتيل هذا ليبيري. هذا ليبيري
الفوائد ديالو اللي كينفع المريض. هذا كيحيد ليه غاز والمسار. هذا كيحيد ليه غاز. يعني هذا واش انك تاكل حبه كياكلوا الناس دابا واخا علاش ما بارك الله علاش الثمن ديالو غالي؟ واش حيت قليل في السوق ولا حيت ما كاينش في السوق بزاف؟ هذا كان كيتصدر لبرا كيمشي. واش ودا ما بقاش كيتصدر؟ هي ما داخل البلاد بزاف. يعني داخل البلاد قلت لي الثمن ديالو 160 ريال. ها هو شفنا والميرشي اللي قلت لي هذا. ها انتم الاخوان هذا راه كيبان محنبك. هذا تا هو بشحال الثمن ديالو تا هو؟ ها بحال تا هو. يعني الثمن تا هو 8 درهم تا هو البياسة. شحال؟ 8 درهم. يعني ثمن مناسب. زين ما بقى شي حاجة الفرومبواز ولا ما بقى شي الفرومبواز معلم. ها انتم اللي بغى الفرومبواز يعني رضوان راه ما عندوش بياسة ولا جوج. رضوان راه الخير كاين الاخوان فرومبواز شحال الثمن ديال الفرومبواز تا هو؟ 100 ريال بياسة. 100 ريال؟ ها انتم الكيلو 20 درهم الكيلو. يعني فرومبواز كيديروا كيلو. سعود كيديروا كيلو. حبات كيديروا كيلو. 100 ريال الباكيه. ثمن الجمله كيطيح بشي 2 دراهم للبياسه. يعني هذه؟ ثمن الجمله كيطيح بجوج دراهم، إذا بغاها الوكال 100 ريال. انتم الاخوان اللي بغى الجمله بشحال تقدروا تبيعوا الناس من وحده اللي بغى الجمله؟ كيلو، سعود دابا كيديروا كيلو يطيح بشي 2 دراهم. يعني سعود لحد سعود الحبات كيديروا كيلو. يعني انتم الاخوان اللي بغى يعني اللي بغى ثمن الكيلو يعني بغى الكيلو 2 دراهم. يعني هانتوما يعني الجوده العاليه كيف ما كتشوفوا معنا دوزوا شي اخرى بقاو معنا تشوفوا الخير. ها انتوما احسن من الفريز. فين هو الحاج ابراهيم؟ الحاج ابراهيم واش بارك الله على الحاج؟ بارك الله على سيدي الحاج. وانت كيداير؟ لاباس. مبارك عواشرك. قبل ما نسولك على قبل ما نسولك على الفرومبواز قال لك السوق طالع هاد الايامات واشنو اللي خلى السوق طلع على الريس؟ كاين سوق طالع لا والو يعني كيرخه كرخه ولا راه قال لك وقال لك الفلفله وصلت 300 ريال قال لك خيز وصل 180 ريال فرومبواز رخيص خيز راه ب 60 ريال 50 ريال فرومبواز هو ما باغيش يعصروه يجي عندنا يعصروا مرحبا به هذا كيدير العصير فرومبواز العصير مخير هذا العصير ديالو كيجي مخير دابا دوش كيجي مع الليمون ولا مع الحليب؟ مع الليمون مع الحليب مع شنو بغا يدير يدير وقول لي الفرومبواز شحال كتبيعوا انت الحاج؟ الفرومبواز حنا كنسقطوا 160 160 ريال 160 ريال يعني شحال 160 ريال الكيلو ولا الباكية؟ كيطيح سوق ورضوان. عشر دوار رضوان والله إلا تجي عندي بالله أنا معاك الحاجة أنا معاك. رضوان. صاحبك سيتي. ترى الناس كلهم عزيز عليهم رضوان. كلهم الناس. قول لي يسر حب الناس لك برضوان. شو السلعة تبارك الله كديرها؟ اللهم بارك. دايرة 120 درهم الكيلو تنبيع فيه ب 30 درهم الكيلو. وأنت بيني وبينك رضوان وما ديرش مني قلط. مرحبا مرحبا. هو داير 2400 وأنت كتبيع فيه ب 600 درهم الكيلو. عندي صحابي لا عندي صحابي في أكادير تيسيفطوا لي السلعة. يعني 400 ريال 600 ريال تيسيفطوا لي السلعة من أكادير الله يعمر لهم الدار. يعني واحد اللي بغى الجملة يعني هذه. دريت واحد السيد في كادير سميتو سعيد. يعني تحيه للسي سعيد. هذا داير 40 درهم الكيلو. هذا 40 لا بهاد البويكيه هذه. كيبيعوا ب 10 درهم وين الحوانت. انت بشحال تبيع؟ 5 درهم انا. واللي بغى الجمله؟ تنبيع لي ب 70 ريال. 70 ريال لا لا وتقول لي يا رضوان انتم الاخوان عندك تاكل ما عندك تاكل رضوان. كلشي تعيش. رضوان شحال من عام وانت كتبيع في السنه؟ انا شي 33 عام ولا 30؟ 33 عام وانت خدام. انا معروف. قول لي هذا علاش كينفع هذا الاسم شنو قلتي لي؟ هذا المير. المير. ليش كينفع واش كيدير عصير كيدير عصير سلطان كلشي تيدو ديو الدو ديالو هذا هذا ماكل ودواء ماكل ودواء اللي عنده شي نقص اللي فيتامينات ولا شي حاجه يضرب هذا اللي بيه كلشي تيعيش الثمن ديالو قلتي لي شحال ساوي داير 120 درهم في الدار البيضاء ولا تربيع فيه ب 30 درهم 120 درهم في الجمله قلتي لي وهذاك راه هو التوت الاحمر بشحال تا هو تا الخنبوز الاحمر هذاك تبيعو ب 20 درهم الكيلو 20 درهم الكيلو اللي بغى بويخيه قلتي لي 100 ريال ديريكت ودابا انت عاد تهاوشتي لي الناس رضوان وبغيتي تقول نمر التليفون لا مرحبا بهم واللي بغى يتقدى بيني وبينك اللي بغى يتقدم لعند رضوان اش يدير؟ عطيني نمرة الناس اللي بغاو يجيو يتقداو اللي بغاو يكومونديو شي حاجة على من غيعيط قول لي فين كتكون السوق فين كاين؟ تكون في المحمدية يعني المحمدية ها انتم الاخوان يعني اللي بغى رضوان يعني اللي بغى يتقدم من عنده راه انتم الهوتة 100 ريال كما كتشوفوا ها انتم هذه اللي كتشوفوا فيها ب 10 درهم 20 درهم يعني ها انتم يعني ها انتم الناس دلوا طيلات اي حاجه اللي بغى اردوان تقولنا نمرتك النمره عطيني النمره 06 ها انتم النمره الاخوان كما نعاود لكم الثمن هذه 30 درهم الكيلو وتقول لي الباكيه بشحال كتقع لا الباكيه تقع ب 10 درهم ولا هذه لا اللي بغاو الجمله اللي بغاو الجمله هذا غالي البروباز ديال رخيص الاحمر بشحال الفرومبو 100 ريال الباكيه 100 ريال الباكيه ها انتم الاخوان الاحمر قول لي 68 06
عاد شوف الجودة الإخوان، شوفوا معانا الخير اللهم بارك، يعني رضوان راه الثمن مناسب كيتعاون مع ولاد الشعب، يعني باش تشوف أن هذه اللي كتباع في السوق بيناتنا الإخوان، راه هذه في السوق كنلقاو بواحد 300 ريال ب 260، هاي 100 ريال الإخوان، 100 ريال بغيتي جملك أحسن بجوج دراهم البكية، الله الثمن جد مناسب الإخوان الهوشة، يعني الهوشة الإخوان، الله يعطيكم الصحة، نتمنوا أنكم تجيو تزوروا السيد تصلوا به وتقدموا من عنده النازل الجملة، حضر الجملة يعني راه السلعة المليحة كاينة، كل شيء كاين، يعني الثمن كاين، أي حاجة بغيتوها غتلقاوها عند رضوان، رضوان الفريزة، سميتو رضوان الفريزة، عيطوا لي راه يتعامل معاكم ويتعاون معاكم، إلى هنا مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تيفي نكتب على القدر، على أمل ألقاكم بعد قليل فيديو مباشر آخر، شكرا وإلى اللقاء.